المحكمة الاتحادية العليا تدق ناقوس الجدل السياسي في العراق مع كل قضية تحول إليها بصفتها أعلى محكمة دستورية في البلاد، تختص في الفصل في النزاعات الدستورية، وتعد قراراتها باتة وملزمة لكل السلطات، وهي مستقلة بشكل كامل عن القضاء العادي، وتتخذ من العاصمة بغداد مقراً لها، وتتكون من رئيس وثمانية أعضاء تأسست بناء على ما هو منصوص عليه في دستور عام 2005 الذي أكد على استقلالية القضاء وضمان مبدأ المشروعية وإنشاء المحكمة الاتحادية العليا المسؤولة عن حماية دستورية القوانين من خلال التفسير وليس التشريع. تأسيس المحكمة الاتحادية العليا في عراق ما بعد الحرب التي غيرت نظام الحكم من شمولي إلى ديمقراطي يعود للحكومة المؤقتة بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2003 لتكون بمثابة خط الدفاع الأول عن سيادة القانون في العراق. وبعد ذلك بعامين وقبل اعتماد الدستور الجديد تم إقرار قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 30 الذي يمنح هذه المحكمة صلاحيات واسعة النطاق لتحديد دستورية القوانين التشريعية والتنظيمية والتحكيم في المنازعات بين السلطات والمصادقة على نتائج انتخابات مجلس النواب، وكذلك ممارسة الولاية على الملاحقات القضائية ضد السلطات الحكومية العليا، كما منحت عدة ضمانات لاستقلالها كسلطة قضائية على المستويين الإداري والمالي. فيما يخص مهام المحكمة الاتحادية العليا ومدى تطبيقها لدورها القانوني، فقد تعرضت في أكثر من موقف لانتقادات منتظمة حول طبيعة عملها، ويعود ذلك بحسب مراقبين إلى أن مجلس النواب والجهات الفاعلة الأخرى قد حولوا عملية تعيين القضاة إلى معركة محتدمة، إلى جانب تدخل المحكمة الاتحادية في العملية السياسية، خاصة خلال حالة الجمود التي تزامن تشكيل الحكومة بعد الانتخابات وصراع المساومات، كما حصل أبان تشكيل حكومة عام 2010 من تغيير اتجاه بوصلة نتائج الانتخابات وحسم النزاع لجهة على حساب أخرى، وما يحصل اليوم من قضايا تخص مكوني السنة والكرد، مما يدفع باتجاه وضع المحكمة الاتحادية العليا موضع التساؤل عن ماهية دورها ومشروعية تخطيها لحدود هذا الدور، ومن المسؤول عن ضبط عملها في حماية سيادة القانون.